بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إن كل ما يعيق الانسان ويمنعه من تحقيق ما يريد يسمى بالعارض أي هناك شيء يعترض طريقه ويمنعه من تحقيق رغباته وطموحاته كلمة عارض جمعها عوارض هناك عده عوارض تعيق حياه الانسان ومن اهمها العين والحسد والقرين والتابعه والسحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من العين فان العين حق وكذلك قال: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، فكم من حياة إنسان انتهت بسبب العين؟ وكم من حياة زوجية تحطمت وفشلت بسبب العين؟ فكم من عين تصب على عروس في زفافها؟ المئات، وذلك سبب ما قد يصيب حياتها بعد الزواج من مشاكل. كذلك الحسد، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه واله، "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فليس كل شخص يتمنى لاخيه الخير، وليست كل فتاه تتمنى لصديقتها الخير لذلك على الانسان ان يكتم اسراره الى ان تقضى حاجته باذن الله كذلك القرين والتابعه والسحر فهم من الاشياء التي تعيق الانسان وتمنعه دائما من تحقيق رغباته. ان لكل داء دواء، ودواء العين والسحر والتابعه والقرين يتمثل في نبته معجزه اوصانا بها الرسول الاعظم صلى الله عليه واله، وهي من اقوى الاعشاب التي تعالج كل هذه الاعراض مره واحده انها نبته الحرمل وهي نبته مباركه موجوده في كل البلدان العربيه وخير ما نستدل به عن نبته الحرمل واهميتها هو قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم ما أنبت الحرمل من شجرة ولا ورقة ولا ثمرة إلا وملك موكل بها حتى تصل إلى ما وصلت إليه أو تصير حطاما وإن في أصلها وفرعها لسر وإن في حبها شفاء من إثنين وسبعين داء وللحرمل فوائد عديدة نذكر منها انها تبعد الشياطين وتقرب الملائكه تزيد البركه في الرزق تزيل العين تزيل المشاكل من البيت تزيل الحسد والسحر تطهر المنازل مفيده لبكاء الاطفال تزيل التابعه تؤثر على القرين تاثيرا كبيرا تزيل الطاقه السلبيه وتزيل الهموم والغموم طريقه الاستخدام ناخذ كميه معتبره في صحن تقرا عليها صوره الفاتحه صوره الاخلاص المعوذتين ايه الكرسي وللفتيات الراغبات في الزواج تقرأ كذلك صورة الصفات وتستعمل كبخور لعدة أيام حتى يحس الإنسان بتحسن وقت البخور يستعمل قبل الغروب بنصف ساعة ولا ننسى الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد اثناء عمليه التبخير تفتح جميع النوافذ حتى تطرد الشياطين عند حرق نبته الحرمل تعطي زيوت طياره تهدئ الاعصاب تريح البال تزيل التوتر اذا كنت من الاشخاص الذين لا يستسيغون لرائحه نبتة الحرمل عند حرقها أو عند التبخير بها وتحاول تجنبها فاعلم بأن القرين هو من يحدثك بهذه الأشياء فلا تستسلم له وداوم عليها حتى تحس بتحسن هناك حالتين ننصح بهما المرأة بعدم التبخير بالحرمل. المراه الحامل والمراه في فتره الدوره الشهريه فلا تجعلوا بيوتكم خاويه من هذه النبته المباركه فهي كفيله بتحسين الاوضاع اذا احسستم باختلاف ولو بسيط في بيوتكم فسارعوا بالتبخير بهذه النبته وسترون تحسنا باذن الله وخير ما نختم به حديثنا هو الصلاه على محمد وال محمد اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها